مساء الخير ومرحبا بكم في متابعة على قناة تونسنا لبرنامجنا اليومي تونسنا اليوم من اثنين لجمعة. اليوم حصتنا التاريخ متاعها هو 20 مارس 2014. خصوا حصتنا اليوم للحديث على إحياء ذكرى 58 لاستقلال تونس، وهي مناسبة نذكر فيها نضالات الأجيال السابقة اللي ساهمت في خلق مكاسب وطنية لبلادنا ولشعبنا، وهي زادة مناسبة نترحم فيها على كل شهداء تونس من مدنيين أمنيين وعسكريين. اليوم في برنامجنا نرجع على ذكرى 58 لاستقلال تونس من خلال تسليط الضوء على الفئات اللي ما زالت تبحث على كامل حقوقها في تونس، كما المعطلين عن العمل، المرأة التونسية، الأقليات. والغاية من كل هذا هو ضرورة تكريس الوعي على أنه بلادنا مازال فيها برشا مشاكل سياسية، ولكن خاصة اقتصادية واجتماعية للوصول بتونس إلى مرتبة البلدان المتقدمة، ويجب الحكومات الجاية مع شعبها تحط ليد في ليد لمصلحة التوانسة الكل. للحديث بتبيع حول المناسبة هذه يحضروا معنا مجموعة من الضيوف. نحب نرحب بسي عبد الباسط بن حسن، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان. مساء الخير ومرحبا بك سي عبد الباسط. إلى جانبه يحضر معنا أحمد ساسي، عضو المكتب الوطني لاتحاد أصحاب شهادات المعطلين عن العمل. مرحبا بك. من الصنف الأنثوي تحضر معنا هدى شريف، رئيسة شبكة تواصل اللي معروفة أكثر بتسمية كونكتن جروب تونيزي. مساء الخير ومرحبا بك. مرحبا، شكرا. كيف عناصرنا القارة تكون حاضر معنا؟ سفيان بن حميدة، مساء النور. جمال العرفاوي، حطيتنا في الأقليات ياسينة تكون حاضرة معنا، معناتها جمع غير عاقل. واضح. مرحبا بك جمال. طبعا هذا في انتظار وأنه تلتحق بنا بعد شوية يمينة ثابت، رئيسة جمعية الدفاع عن الأقليات. على كل نمشيو مع التقرير الأول باش نشوفوا سيرورة تاريخ تونس من الاستقلال 56 إلى 20 مارس 2014. تفاصيل هذا التاريخ في هذا التقرير. 58 عاما مرت على استقلال تونس بعد توقيع وثيقة إلغاء نظام الحماية، فترة وجيزة في أعمار الشعوب، غير أنها كانت في تاريخ هذا البلد مرحلة ثرية بالمكاسب والإنجازات على درب التطوير والتحديث في مختلف المجالات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا. 20 مارس 1956 كان المنعرج الحاسم في تاريخ تونس، هو اللبنة الأولى للدولة الوطنية الحديثة بعد أن تغلبت إرادة المناضلين على المستعمر الفرنسي، حيث حرصت تونس منذ ذلك التاريخ على إرساء دعائم الدولة لا سيما من خلال إلغاء نظام البيات وإعلان النظام الجمهوري في 25 جويلية 1957 وإصدار دستور جديد في سنة 1958. كما تركزت الجهود على التخلص من رواسب الاستعمار ووضع اللبنات الأولى للاقتصاد الوطني، فضلا عن تحديث المجتمع من خلال وضع مجلة الأحوال الشخصية في 13 من أوت 1956. 58 سنة من الاستقلال تعاقب فيها على تونس 3 رؤساء، بدءا بالزعيم لحبيب بورقيبة الذي أطاح به الرئيس السابق زين العابدين بن علي واحتل رئاسة الجمهورية لمدة 23 سنة، ثم فؤاد المبزع الذي شغل منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت في 15 جانفي 2011 بعد إعلان المجلس الدستوري شغور منصب رئيس الجمهورية بشكل نهائي حسب الفصل 57 من الدستور التونسي إثر مغادرة الرئيس السابق زين العابدين بن علي خلصة إلى السعودية، فالدكتور محمد المنصف المرزوقي. كما تعاقبت على تونس 5 حكومات منذ 14 جانفي 2014، كانت أولها حكومة محمد الغنوشي الوزير الأول طوال 12 عاما الأخيرة من حكم بن علي، وحكومة ثانية برئاسة الباجي قائد السبسي رئيس البرلمان في العامين الأولين من عهد بن علي ووزير الخارجية والداخلية في عهد بورقيبة، ثم حكومة حماد جبالي التي اضطرت إلى الاستقالة بعد 1 عام و3 أشهر من تشكيلها بسبب الأزمة التي
التي أعقبت اغتيال المعارض اليساري شكري بالعيد، ثم حكومة علي العريض التي أجبرتها على التنحي التحركات الشعبية والسياسية والنقابية بعد أشهر قليلة من تشكيلها بسبب الضغوطات التي مورست عليها من قبل جبهة الإنقاذ المعارضة فور اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي واستفحال العمليات الإرهابية ضد العسكريين والأمنيين. وأخيرا حكومة المهدي جمعة التي أفرزها الحوار الوطني بعد نقاشات دامت أسابيع بين زعامات أكبر الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والرباعي الراعي للحوار، حكومة من بين أولوياتها الإشراف على التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر تنظيمها في أواخر هذه السنة. 58 سنة من الاحتفالات، احتفالات أصبحت مجزأة بين الأحزاب، بل هي عبارة عن استعراض للقوة فيما بينها، حيث أصبحت بمثابة الحملات الدعائية تقام في مثل هذا اليوم الذي وحد في وقت سابق التونسيين، فيما غابت الاحتفالات الرسمية. واضح لكل. نبدا معك احمد، بطبيعه نحاولوا نركزوا على الفتره نتاع ثوره 14 جانفي 2011 بطبيعه، ونبداو لهنا. فما استقلال تونس، ولكن فما زاد استقلاليه الانسان في انه تكون عنده مورد رزق وعنده خدمه. اليوم ممكن فما مكسب هو ولا عندنا في تونس اتحاد اصحاب شهادات المعطلين عن العمل. وضعيه اليوم الناس هذوما كيفاش تراها في تونس، سورتو فما حكومه جديده احمد؟ هو في الحقيقة معناتها كيما هو الحركة متاع المعطلين معناتها ما بدتش في 2011، الحركة متاع المعطلين بدت 2006. نحن بدينا معناتها في التفكير معناتها في إنشاء رسمياً وقتاش بدات رسمياً؟ 2006 هي معناتها الديكلاراسيون، معناتها كان معناتها في الكلانديستينيتي وقت معناتها ما كانش ثم حق معناتها متاع تنظم، ما كانش ثم حق معناتها متاع اجتماع إلى غير ذلك، كان في الكلانديستينيتي. بعد معناتها تعدت بعد ما انت 14 جانفي الى ما انت تطور القانونيه. لكن ما انت بالنسبه لنا احنا الحركه هذه بدت ما انت منذ الارتفاع ما انت المول لعدد المعطلين من اصحاب الشهادات في الجامعه التونسيه اللي متخرجين من الجامعه التونسيه، وكيف كيف ما انت انطلاقا من دراسه للواقع نتاع البطاله بصفه عامه في تونس، وشفنا ما انت اللي كانوا حتى في علاقه بالاستقلال نتاع الفرد والاستقلاليه الفرد وحقه في العمل وحقه في حياه كريمه الى غير ذلك، ديما تبقى مربوطه بخيارات معناتها وطنيه، تبقى ديما معناتها مربوطه بخيارات معناتها نتاع استقلال الشعب اول حاجه، واستقلال معناتها الوطن بصفه عامه. ونحن معناتها رغم اللي كانوا برشا اصوات الى حد اللحظه هذه تعتبر اللي كان الوضعيه نتاع الاقتصاديه والاجتماعيه في تونس هي نتيجه معناتها عن ازمه داخليه وازمه سياسيه واقتصاديه واجتماعيه داخليه، وقت اللي نحن نشوفوها اللي هي معناتها عندها بعدها معناتها الوطني وعندها بعدها الخارجي في معناتها ارتباط تونس وارتباط معناتها الدولة التونسية في بمصالح معناتها أجنبية وبمعناتها وحتى معناتها عملية الاستقلال. أنا مش نمشي نتموقع في إطار معناتها الناس اللي يضربوا في الاستقلال مباشرة في عملية معناتها القسمة متاع السلطة أو عملية توزيع السلطة ما بعد 56، أنا نتوجه أساسا معناتها إلى عملية معناتها المشاركة في حركة التحرر والبرنامج اللي كان معناتها مطروح على حركة التحرر معناتها الوطني في تونس، واللي معناتها كان قائمة فيه معناتها ونحن نعرفوا حتى الحركة الزيتونية طرحت معناتها مسألة المعطلين وطرحت مسألة البطالة في تونس، وشفنا معناتها زاد فرحات حشيد كان معناتها من أول المبادرين على أساس معناتها محاربة الظاهرة هذه. اتطورت المسألة هذه وكانت مربوطة زادة معناتها بالحيف الاجتماعي الجهوي وكانت مربوطة بالتهميش الجهوي، وكشفنا معناتها في أكثر من مناسبة اللي كانوا حتى حركة المعطلين كانت مرتبطة بالجهات الأكثر حرمانا اللي هي معناتها الجهات الداخلية وجهات معناتها الجنوب والخط نتاع الفقر بالنسبة لنا نحن واللي نعتبروه فيه أكثر نسبة معناتها نتاع معطلين واللي قاعدين لحد اللحظة يدافعوا على حقوقهم وفرض الوقت معناتها يلقوا قدامهم جهاز نتاع دولة معناتها الطريقة نتاع التعامل نتاعهم ما تغيرش معناتها كان نهارين التالي معناتها وقع الاعتداء على وقفة احتجاجية أمام معناتها ساحة الحكومة بالنسبة لنظمة اتحاد أصحاب الشهادات احتجاجا على التصريحات الأخرانية معناتها بتاع سي مهدي جمعة إيهم بليوس معناتها على قانون معناتها الانتداب في وضعية في الوظيفة العمومية في سلك التعليم اللي نحن معناتها في إطار معناتها التشاركية اللي تتبجح بها السلطة للأسف معناتها تطور واللي قاعدين يتوجهوا بها للمجتمع المدني على أساس معناتها بناء فكرة مشتركة في كيفية بناء دولة حديثة وديمقراطية تضمن معناتها الحقوق معناتها السياسية وتضمن الحقوق الاجتماعية. في اعتقادنا اللي كانوا هاو معناتها نحن كيف نقدموا مبادرات حتى بالنسبة للشباب المعطل في تونس اللي مضروب في حقه في الكرامة واللي معناتها قامت عليها معناتها الثورة التونسية، في الحقيقة معناتها شفنا اللي كانوا بنفس الطريقة يمكن بنفس الأداة
قاعد التعاون تاع السلطة اليوم. يعطيك الصحة. نجي ليك مدام هدى. دونك أحمد يقول لك الوضعية التقريب تاع المعطل على العمل في تونس ما تغيرتش بالنظر إلى سياسات الحكومات المتعاقبة، دونك حتى من بريود معناها الزعيم بورقيبة للنظام بن علي للحكومات الحالية. وضعية المرأة في تونس عندها مكاسب من العهد البورقيبي، حتى النظام السابق ما نجموش ننكره أنه دعمت فيه مكاسب المرأة، ولكن الخوف الكل جاء بعد 2011. اليوم مدام هدى، شنو أهم شيء ممكن ينجم يمثل خطر على مكاسب المرأة؟ أنت كمرأة تونسية شنو المساج نتاعك للحكومة الحالية والحكومات الجاية؟ أولا ياسين ماذا بيا نهنيكم ونهني شباب ونهني شعب تونسي الكل بعيد الاستقلال. يظهر اليوم عيد وانا نحب معناتها حبيت نعمل الملاحظه هذية على خاطر عندي احساس انه العيد هذية ما عادش نعطيه برشا اهميه. اي حدث تاريخي انا نشوف انه يلزم نثمنوه في عينين المواطنين في عينين اولادنا، على خاطره مهما يكون واقع معناتها ومهما مهما يكونوا الفيرسيون تاع صار هكا ولا ما صارش، معناتها هو حدث تاريخي هو صار، ولذا لازمنا نثمنوه في عينين اولادنا ونحتفلوا به. متفاهمين عليه ولا ماناش متفاهمين حاجه مش مهمه، المهم انه صار انه حدث. وجايين بعد شوي باش نحكيوا على معناها مدى احتفال الحكومات في تونس Absolument. بعيد الاستقلال دونك 20 مارس كل عام. مبروك علينا الكل يا توينسا. المراه في يعني في الواقع المراه اليوم واقع المرأة اليوم كما يظهر لي أنا قاعدة نشوف اللي ما تبدلش، رغم أنه الواقع على الورقة ولا على الدستور على النص القانوني حاجة، يعني ما هو مكتوب على النص القانوني حاجة والواقع حاجة أخرى. شفنا في الـ يعني في الـ في الـ كونستيتيوشن في الدستور القديم 59 كيفاش كانت عندنا يعني حقوق المراه التونسيه معروفه ومجله الاحوال الشخصيه نحكي وتوا وصلنا للدستور الجديد الدستور الجمهوريه الثانيه اللي نلقاو فيه معناتها في التوطئة يحكيوا على احترام الحريات وحقوق الانسان المساواه في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات، ونسطر على العدل بين الجهات على خاطر في العدل بين الجهات فما عدل للمرأة أيضا، خاطر عادة فما المرأة اللي ساكنة في المدينة تظهر عندها أكثر معناتها عندها فرص أكثر مسموح لها باش تظهر وباش تكون في مواقع القرار، والمرأة اللي في الجهات يعني كي نقولوا عدل بين الجهات نحكي أيضا على المرأة. في الفصل 21 أيضا شفنا أنه زاد هناك يعني حديث على التساوي في الحقوق والواجبات امام وايضا تساوي مساواه امام القانون عدم التمييز، تضمن الدوله للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفرديه. الفصل 34 يحكي على الكوتا، والفصل 46 يحكي على التناصف على الباريتي. يعني عندنا زوز فصول في دستورنا اليوم، واحد يحكي على يعني فصل 34 يحكي على تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة، وفي الفصل 46 واليوم نحكيه على تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل. والتناصف هذايا ما وقعش البت فيه أنه يكون تناصف في العضوية ولا في الترشحات. باهي معناها غروسومودو غروسومودو وانه ثم حقوق وتنصيص عليها في المجله مجله الاحوال الشخصيه وكذلك في الدستور، ولكن في الواقع قعدت شعارات بسرعه. في الواقع جمال انا نحب نقول كونه معناتها في تمشي لاي دوله عربيه يقول لك نحسدوكم في تونس على مجله الاحوال الشخصيه، لكن في واقع الامر كل التقارير وكل التحقيقات وكل عمليات التقصي على حريه المراه تأكد وأنه ما ثماش حرية المرأة بدون حرية اقتصادية. للأسف الشديد وقت نشوفوا الأعداد نتاع المعطلين على العمل نلقاو الدوبل هما نساء، الدوبل هما الخريجات، لكن وقت نشوفوا مواقع القرار نلقاهم معناتها تقريب أقل من 20%. وبالتالي فإنه إذا كان المرأة ما وصلتش لموقع القرار ما عادش نحكيو على حرية المرأة في تونس وما عادش نفتخروا بمجلة الأحوال الشخصية. بينما
التقارير الأممية وتقارير البنك الدولي تحديدا حسب التقصيات نتاعه والتحقيقات نتاعه اللي يقوم بها، يقول وأنه النساء في موقع القرار هن أقل فسادا من الرجال. ولكن للأسف الشديد هذا ما نلقاوش تونس اللي تفتخر في المحيط العربي الإسلامي اللي هي في المقدمة معناتها في حرية المرأة اللي شفناها قاعدين نشوفها على الورق، للأسف الشديد ما نلقاوهاش في مواقع القرار، لأنه معناتها وجودها في مواقع القرار ما تجاوزش 18% ما تجاوزش 18% رغم الشهائد جميل. رغم تقدم النساء في معناتها حصولهم على الشهائد معناتها العلمية، هم في المقدمة في الحصول على النتائج الأولية في البكالوريا في الجامعات، لكن للأسف الشديد وبالتالي زلنا نراجعوا الرضا على النفس، زلنا نراجعوه بكل بشكل جدي. تنضم لنا يمينة ثابت رئيس جمعية الدفاع عن الأقليات، مساء الخير ومرحبا بك. علاش اليوم ما ريناش الأقليات هبطت للشوارع في تونس سورتو شارع الحبيب بورقيبة واحتفلت بعيد الاستقلال 58؟ يمينة بل كل شيء جمعية تونسية مساندة الأقليات مش دفاع، خاطر لي توجورس الغلطة هذيا، مي معناتها الأقليات ما خرجتش للشارع، المواطنين التوانسة خرجوا للشارع واحتفلوا، ولي مينوريتي فون فوزي سيغتينمون بارتي، معناها ديما نحكيو على مينوريتي فيزيبل ولي مينوريتي انفيزيبل، وين معناتها المواطنين التوانسة كل معناتها فرحانين تصور بالاستقلال، و سيت ان اكي في ليستواغ نتاع تونس والتوانسة كل معناتها أقليات وغير أقليات، سي لي سيتويان تونيزيان الكل اللي خرجوا للشارع واحتفلوا. Effectivement, on peut pas dire اللي هبط شكون هبط من اللي هبطوا في الشارع، شكون كان من الاقليات شكون ما كانش من الاقليات، شكون مسلم شكون مسيحي شكون يهودي، كي بلون كي نوار، اون اي با لا بور فوار كي شكون هكا. وضعت الاقليات اللي ما بيكونوش effectivement سي سو جور ديفينمون، ما عندهمش مشاكل، سي سو جور ديفينمون اللي كانت لانديبوندونس دو لا تونيزي. يمين يمين باش نقطعكم في موضوع الاقليات، راه الاقليات مش مسلم ومسيحي ويهودي وابيض واسود فقط، راه حتى عندنا المعاقين عندهم من الاقليات زاد ايضا، حتى المراه زاد مازالت ما توضع في خانه الاقليات زاد لا المينوريتي. احنا ان توكا الجمعيه التونسيه مسارات الاقليات تهتم بالمينوريتي نيميريكمون بارلون، معناتها الاقليات العدديه، و افكتيفمون اوغوزمون اللي جبت على الموضوع هذا. نذكر اللي احنا كنا الجمعيه اللي توا لي كونفيرونس نتاعنا الكلهم مترجمين باللونغ دي سين توت لي كونفيرونس نتاعنا، وهذا خاطر طرقنا المشكله هذه، قلنا في بيريود كيف من هكا ومش ندخلوا على انتخابات، ونا ديجا فيكو لي اول انتخابات حره وشفافه في تاريخ تونس، لكن اسكو كانت اكسيسيبل للعباد اللي ما تراش، كانت اكسيسيبل للعباد اللي ما تسمعش؟ نو با دو تو، اون فوا لي بلاتو منهم بلوزيور بلاتو تيليفزيون، فيهم لي ديسكوسيون، فيهم لي بروغرام دي بارتي بوليتيك، فيهم اون فيزيون كي فلو للي اكسي عنده اكسي لانفورماسيون، لو لاكسي لانفورماسيون اول كونديسيون للديمقراطية، donc c'est un droit fondamental. donc كيفاش on peut priver une partie des citoyens؟ نذكركم اللي في تونس راهو العدد نتاع لي سور موي وصل حتى ال 40,000 بالاستيماسيون، على خاطر فما بلوزيور تيب دو سورديتي، donc l'accès à l'information ماهوش موفر للناس هذوما. donc aujourd'hui heureusement كيما حكيت على الموضوع هذا، donc plusieurs informations ما يخلطولهمش، donc comment peut-on avoir le droit انك تصوت من غير ما عندك l'accès à l'information؟ donc oui جماعة الاقليات تهتم بالاقليات الكل خصوصا صحيه. مازلنا باش نحكيو ناخذ كلمه من عند سي عبد البسط بن حسن، ذكرى 58 استقلال تونس تتزامن مع ذكرى ثالثه للثوره، وضعيه حقوق الانسان اون جينيرال كيفاش تراها سي عبد البسط؟ اولا مبروك لنا ولكل التونسيين والتونسيات في ذكرى الاستقلال، فما درس من الدروس الهامة بالنسبة لنضالات الشعب التونسي من أجل تقرير مصيره والاستقلال، هو أنه كل المصلحين في تونس وكل اللي ناضلوا من أجل الاستقلال كانوا يحبوا يربطوا بين ثلاثة حاجات، اللي هي تحرير الشعب، تحرير الفرد، وخاصة تحريره يعني فهمتي من الفاقة ومن الخوف، والثالث هو تحرير النساء، وهذا كان من الأشياء الهامة اللي تلازمت في كل مطالب التحرر الوطني، ويبقى هذا هو المطلب الأساسي اللي بيخترق تاريخنا الكل. الدولة الوطنية نجحت في بعض الإنجازات، التعليم، الصحة، استثمرت في هذه المواضيع، ولكن مع الأسف فشلت في إرساء منظومة حقوقية، منظومة يعني اللي تسمح باحترام حقوق الإنسان والنهوض بها. الآن لما نشوفوا الوضع نشوفوا أنه فما بعض الهوامش من الحريات اللي تحقت، فما حرية الرأي والتعبير، فما الاجتماع، التنظم، عمل الأحزاب، عمل الجمعيات، ولكن هذا يعني هذه الإنجازات
يلزمها تتحول إلى منظومة حقوقية، يعني تكرسها القوانين، تكرسها المؤسسات الرقابية، تكرسها كذلك ثقافة حقوقية. ثم كذلك يجب العودة إلى المواضيع اللي وقع تهميشها، فمواضيع عديدة في إطار التنافس السياسي والصراع اللي وصل إلى حد يعني العنف السياسي والإرهاب، فمواضيع همشت تماما، مواضيع مثل العدالة الانتقالية، مثل التعليم، يعني سياسات الصحة، التشغيل، هذه المواضيع وقعت ناسيها، وهي مواضيع ترجع الآن بقوة وتؤكد على أنه في حالة عدم الاهتمام بمثل هذه المواضيع فإنه بتبقى حاجة منقوصة، الحاجة اللي هي تتحقق يعني التونس تلك المعادلة الصعبة بين حقوق الإنسان والتنمية والديمقراطية. يعطيك الصحة سي عبد الباسط. على كل سفيان، باش نسمع كلامك طبعا ورايك في الذكرى هذه، ولكن زاد نحب قبل ما تعطينا التعليق نتاعك نشوفوا حركة النهضة اليوم والأحزاب اللي احتفلت بتقرير حاضر ولا لا ميساج قولوا لي. باهي حاضر، نمشي ونتابعوا احتفال حركة النهضة اليوم في شارع الحبيب بورقيبة بالذكرى 58 لاستقلال تونس، وبعد نرجع ونواصل حديثنا، والكلمة باش تكون معاك سفيان بن حميدة. منذ الساعات الأولى من الصباح توفد أنصار حركة النهضة على شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة في التظاهرة الاحتفالية للحركة بمناسبة الذكرى 58 للاستقلال. وحدها حركة النهضة دون الأحزاب الأخرى قامت احتفالا ضخما كانت شعارته الأبرز 58 سنة 58 زهرة رويت بدماء الشهداء. الاحتفال تضمن مهرجانا خطابيا لقادة الحركة ثمنوا خلاله هذه المرحلة الانتقالية وما أنجز بها. احتفلنا عام الأول بالعيد 20 مارس، واحتفلت النهضة وكل الأحزاب 20 مارس، واحتفلت الدولة وسيادة الرئيس في كل السنوات يقيم موقف رسمي ويتوجه للشعب باعتباره الممثل للدولة التونسية كلها، واحتفلنا في مختلف الجهات، وكل ما تقدمنا وسادنا الهدوء وسادنا السلم الاجتماعي وعرفنا فن التعايش مع بعضنا، كل ما ولت كل هذه المناسبات الوطنية في موقع أجل مما عليه الآن. القيادي بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني قال أن احتفال الحركة بالذكرى 58 للاستقلال له طعم خاص هذه السنة باعتباره يقترن باحتفال تونس بدستورها الجديد وبالوفاق الوطني في خطوة لتهيئة مناخ ديمقراطي للانتخابات القادمة. احتفالا متميزا فيه وفاء لنضالات شعبنا من كل الأجيال من كل الانتماءات، فيه وفاء للشهداء بكل انتماءاتهم، وفي خاصة حرص على أخذ الدروس من تجربتنا مع حركة التحرر ضد الاحتلال وبناء الجمهورية والدستور الأول والدولة الأولى اللي حققت مكاسب. مظاهر الاحتفال بعيد الاستقلال شهدها شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، إلا أن غيابها بأماكن أخرى بدا واضحا، ورغم ذلك تبقى ذكرى الاستقلال ذكرى مجيدة تخلد تضحية أجيال ناضلت لتحقيق الاستقلال والخروج من بيت طاعة المستعمر. سفيان، تقال برشا كلام على أنه ترويكا في عهد طبعا هي في السلطة، وأنه ما كانش تحتفل وتحاول تغيب دونك المناسبة هذه متاع 20 مارس عيد الاستقلال من كل عام. اليوم نروح حركة النهضة وفما أنصار ومهرجان خطابي كامل، شنو اللي تغير؟ حد شيء حد شيء. معناها الذكرى عيد الاستقلال اللي هي اسمها العيد الوطني، نفهموا أنه هذا هو العيد الوطني متاعنا، سايتي إسكاموتي، غيبناها، ما قمناش بواجبنا تجاه تونس. الاحتفالات كانت احتفالات محتشمة على المستوى الرسمي كما العادة، يسون ديفايان، لكن استنسنا بهم أنهم يكونوا ديفايان. على المستوى الشعبي سواء على مستوى الأحزاب شفنا حركة النهضة في شارع حبيب بورقيبة، لكن العدد ما كانش عدد احتفالي. جي لامبريسيون انه تظاهره بور اوكيبي التيران كهو. الاحزاب الاخرى غايبين كومبليتمون، المنظمات غايبه، الجمعيات المجتمع المدني ماهيش موجوده،
سي ترو فاسيل دو دير امينة انه راو الاقليات كيما يذابوا في وسط الشعب. دونك في المناسبه هذه دونك قعدوا في ديارهم كيما الشعب التونسي الكل. هذا جمعيتنا كانت حاضره، ما نحبش نقول جمعيه كانت حاضره، لا معناها دونك كانوا قاعدين في ديارهم كيما بقيه الشعب التونسي الكل. اي سي سا مون كو دو غول، انه الاحتفال بالعيد الوطني ماهوش فرض كفايه، هو فرض عين. لا ماهوش نحن، لانه اللي يجمعنا هو العالم، اللي يجمعنا هو البلاد. اذا ما يجمعناش هذايا صايب علينا من الباقي الكل، صايب علينا. البلاد ماهيش جاتو وماهيش عركه ما بين اسلاميين وعلمانيين. وقت اللي كانت فما عركه مع حركه النهضه العبد الكل هبط للشارع، وقت اللي العركه ذي خفت كل واحد شد في داره ولا يحسب ومعناها ويكمبن اون نمار البلاد قبل حساباتكم الكل. هذا يلزمنا نقولوه. المطلوب اليوم المطلوب هو ساعة انفيل سو كونستا، هو أنه ما قمناش بواجبنا تجاه العيد الوطني. ثانيا الإعلام كان مقصر تقصير كبير. اليوم لي اون دي جورنو في أحسن الحالات ان بتي بافي، حتى جريدة اليوم مثلا حتى جريدة معطات لايون متاعها كاملة للعيد الوطني. إذا ما تعطيش العيد الاستقلال ليش تكون باش تعطيه؟ ألور كو نهارين التالي حاطين وجه إرهابي أون غرو بلان. إن الواحد فما جريدة كيما جريدة إكسكيوز موا دو سيتي النو، كيما جريدة لابريس في العيون متاعها ما فيهاش إشارة لعيد الاستقلال. كلمة عيد الاستقلال ما فماش. يونا ما يعطيك الصحة. تعقيبا سي عبد الباسط وبعد نجيك جمال. انا نفهم الغضب الغضب هذا، لانه على فكره في الثلاث سنوات اللي تعدات حسينا بهذا في عديد الاحيان ومع عديد المناسبات. فما تقصير على كل المستويات في احياء مساله اللي هي مهمه في تكوين اصلا المدنية متاع تونس، لأنه هذا جزء من الذاكرة، جزء من تاريخ، واستعادة الأشياء هذه لازم تكون فرصة للحديث عن القيم. أنا رأيي أنه الموضوع هو مش فقط عدم الاحتفال، أنا رأيي أنه منذ ثلاثة سنوات فما تشكيك أصلاً في بعض المناسبات مثل الاستقلال، والتشكيك هذا فيه أنواع عديدة لكن أنا مش نذكر منهم زوز أنواع. فما تشكيك متاع ناس يعني تعرضت إلى مظالم في عهود سابقة، وهذا مفهوم، وهذا يعني الناس هذه لازم ترجع لها حقوقها. لكن احيانا وعديد الاطراف غيرهم احيانا عند بعض الناس يتحول احيانا عند بعض الناس الغضب وعلى الاستبداد يتحول على غضب على تاريخ البلاد، فما نوع من الكونفيوجن. اذا وهذا احنا ما عالجناهوش لانه ما جبناش العداله الانتقاليه، زدنا عقدنا الوضع. العداله الانتقاليه ممكن تجيب عن الذاكرة في مثل هذه المسألة. فما تشكيك آخر اللي هو أخطر وأقوى وأعنف حتى على خاصة على الأجيال الصغيرة، اللي هو فما ناس تعتبر أنه كل التاريخ هذا متاع البلاد ما يعنيش، لأنهم عندهم رؤية أخرى، رؤية مختلفة تماما، رؤية إيديولوجية لتاريخ البلاد. وهنا أنا حسب رأيي المجتمع يلزم يقف كله هنا، تعليمه بس اليوم هوجت حكومه مستقله نقولوا تعليمه اعلامه. قال سفيان ماريناش معناها مظهر لا انا نحكي على موضوع يتجاوز حتى الحكومه، نحكي على مساله نتاع هبه حضاريه حقيقيه اللي يدخل فيها الاعلام، يدخل فيها التعليم من اجل يعني مواجهه محو الذاكره. هنا فما محو الذاكره، وان نعتبر انه هذه مسؤوليه وطنيه. سفيان عنده الحق يقول انه فما برشا ناس ما احتفلتش، لا اليوم أنا نقول أنه في إطار محاولة نتاع المجتمع المدني كقوة اقتراح، اليوم عشرات الجمعيات اجتمعت في إطار عهد شبكة عهد للثقافة المدنية باش تقترح نص اللي هو عهد تونس للتربية ومدرسة المواطنة، على أساس أنه نريد أن نعيد للمدرسة قيمتها الحضارية، وهذا نعتبره أنه مسؤولية جمعية. بنقوليش بسرعة لا الله غالب عنا ساعة برك الله وبرشا ضيوف والموضوع فقط نحب نزيد كلمة معاك قبل لك جمال أنا وياك نحكي، وأنه يتزامن زادة الاحتفال بالذكرى 58 مع تهديدات وصلت لرئيس حركة نداء تونس للناطق الرسمي للجبهة الشعبية، وفما حتى مواجهات البارح في سقيط سيدي يوسف في الكاف بالفعل. هم سامحوني
مع الملاحظة أنه نداء تونس ماهوش الباجي قايد سبسي فقط والجبهة الشعبية ماهيش حمل همامي فقط والمسار ماهوش سمير بالطيب فقط، هذوكم يقعدوا في ديارهم ويخرجوا الاخرين. واضح. فوالا تفضل جميل. نحب نقول لك راهو الاستقلال ما جاش هكاك من فراغ، راهو جاب الدم الاستقلال في تونس. راهو عندك الجلاس 1911، حدث الجلاس 9 ابريل 1938، عندك 18 جانفي في 52، 14 جانفي من تأكيد الاستقلال والدفاع على الاستقلال، معناتها مكاسب الاستقلال، وبالتالي فإنه ما عندناش باش نحشموا على الاستقلال. لكن المشكلة الاحتفال بالاستقلال، كونه تعودنا كونه السلطة هي اللي تقوم بالاحتفال بالاستقلال. في أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 4 جويلية الحكومة لا علاقة لها، الحكومة الأمريكية والسلطات الأمريكية المحلية والمركزية لا علاقة لها بالاحتفال بيوم الاستقلال. يبدأ الشعب الأمريكي يبدأ يحضر للاستقلال نتاعه، الاحتفال بالاستقلال نتاعه قبل بأربع أو خمس أيام، قعدات وخرجات وواحد وكل. الشعب هو اللي معني بالمسألة هذه. لكن للأسف الشديد الشعب التونسي اليوم فما ناس تتسائل يقولوا شنو فما اليوم، ناس تتسائل تقول شنو فما اليوم، وهذا شيء محزن وفضيحة. مع تحاشمين بالاستقلال نتاعنا، فما مسألة أخرى مثيرة للاهتمام. السيد مهدي جمعة كان في جولة خليجية، ونعرف وش قاعد يصير في الخليج، التحولات الكبيره في الخليج، وعندنا مصالح معناتها. هو بدا مشي بغادي، ما دام عندنا مصالح مع دول الخليج هذه، اليوم نلقاو الصوره الاعلى في المسيره اللي عملت حركه النهضه اليوم هي صوره مرسي ورابعه العدويه. نحبوا نعرفوا معناتها ثبتوا ظروفنا، معناتها شنو مصالحنا العليا، مصالح البلاد العليا، ومهدي جمعه ماشي يعمل غاديكا، والحزب الاكبر في تونس هو موقفه من المسائل الدوليه والمسائل الاقليميه والمسائل العربيه. واضح جميل. على كل نرجع لأحمد ساسي ونرجع ليمينة ثابت ومدام هدى شريف، ولكن بعد هذا الفصل.